وزر التالي الذي سينقلك إلى شروط استخدام التطبيق المتمثلة في تفعيل خدمات الموقع طوال الوقت لتمكين التطبيق من إرسال إشعارات عن الأماكن التي تواجدت فيها في نفس الوقت مع شخص تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تذكير المستخدم بمبدأ الخصوصية المتبع، إذ تجمع البيانات على الهاتف الشخصي للمستخدم فقط ولا تخزن في أي مكان آخر، وتشمل التحركات ضمن إحداثيات وأزمنة مرافقة فقط. في حال حدوث إصابة ماذا يحدث؟ يقوم المصاب بإعطاء بياناته المحفوظة على التطبيق إلى موظف وزارة الصحة الذي يقوم بدوره برفعها على الخادم، ولا تشمل هذه البيانات أي معلومات متعلقة بهوية المصاب. تصل هذه البيانات إلى كافة أجهزة المستخدمين، ويظهر إشعار تنبيه فقط للمخالطين القريبين من الشخص المصاب خلال فترة 14 يوماً. يحدد التطبيق الموقع واحتمالية التعرض معتمداً على قرب مسافة المستخدم من المصاب والزمن المستغرق لذلك. عقب أكثر من 4 أشهر من إطلاق تطبيق أمان، لم يلامس عدد مستخدميه بعد حاجز 2 مليون مستخدم. مديرة دائرة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة فاطمة عود قالت في تصريحات سابقة لبرنامج بعد الخبر إن الوزارة تسعى إلى تحميل التطبيق على هواتف نصف عدد السكان في الأردن ليؤتي التطبيق ثماره. إذا وصلنا 50% من السكان منزلين هذا التطبيق، احنا ممكن نحكي انه احنا الان بامان. يعني انا بنحكي عن اراوند 5.5 مليون مستخدم منزلين التطبيق، فهذا هو طموحنا وهدفنا بوزاره الصحه. في جانب اخر، تبرز مشكله الالتزام باستخدام التطبيق بالطريقه الصحيحه والتفتيش على تحميله من قبل المواطنين. العقبه مثالا محافظه تسجل عددا محدودا من الاصابات بكورونا وتشهد نشاطات اقتصاديه متنوعه ويزورها المواطنون لقضاء اجازاتهم بشكل متواصل، الا ان الالتزام باستخدام تطبيق امان والتفتيش عليه في ادنى مستوياته. أمان تطبيق ليس له من اسمه نصيب في العقبة ومنشآتها ومرافقها المختلفة، فرغم ارتفاع وتيرة الإصابات في المحافظة في الفترة الماضية، إلا أن ذلك لم ينعكس على الالتزام باستخدامه في العقبة التي تستقبل أسبوعيا مئات الزوار من المحافظات الأخرى. قدر الإمكان يعني في تعميم بعدم استقبال المواطنين الغير ملتزمين سواء بتطبيق أمان وسواء ب ارتداء سبل السلامة. للأسف يعني لاحظنا وجود كم لا بأس به من الأخوة المواطنين اللي ما بيستخدموا تطبيق أمان، نقوم بإرشادهم. آلاف المنشآت التجارية والاقتصادية في العقبة، بضع منها فقط يلتزم باستخدام التطبيق وسط غياب للمتابعة من الجهات المعنية. فسلطة العقبة أكدت أن فرق الضابطة العدلية لديها لا تراقب ولا تتأكد من استخدام التطبيق في مطاعم ومرافق المدينة المختلفة سواء للعاملين أو الزوار. الالتزام بإجراءات السلامة العامة في شتى المرافق بات يتفاوت بين المواطنين، خاصة في ظل انعدام المتابعة والتدقيق. جيت على العقبة قبل 3 أيام ولاحظت أنه تطبيق أمان مش كثير منتشر يعني هون بالعقبة. في منشآت بتطلبوا هذا، بس لازم توعية أكثر بحس للتطبيق. لاحظت التطبيق أمان هنا غير منتشر بشكل كثير يعني، فمنشآت قليلة طلبت مني تطبيق أمان، إلا كم منشأة فقط. بالنسبة لتطبيق أمان ستي، تطبيق أمان مش مطبق بالنسبة للمواطنين العاديين، أما بالنسبة للموظفين الحكومة احتمال أنه بسمع أنه في تطبيق أمان بالدوائر الحكومية، أما بالنسبة للمواطنين العاميين ما أعتقدش يعني مطبق هذا التطبيق صحيح يعني. فرق التقصي الوبائي أكدت أنها تقوم بإجراء الفحص لمن يصله إشعار عبر التطبيق، ومنشآت أكدت عزوف بعض المواطنين عن تحميل التطبيق واستخدامه عندما يطلب منهم ذلك. أكثر من 100 إصابة بكورونا سجلت في العقبة التي حافظت على خلوها من الفيروس لمدة 4 أشهر متتالية منذ بدء الجائحة، إلا أن الإصابات هذه بدأت تظهر الشهر الماضي وسط غياب للالتزام بالإجراءات الوقائية في غالبية منشآت وأسواق المدينة،
صفاء خوالدي، المملكة، العقبة. ينضم إلينا عبر سكايب من عمان أحد مطوري تطبيق أمان السيد محمد نجيب الجابر. أهلا بك معنا سيد محمد في بعد الخبر. إلى حد هذه اللحظة كم بلغ عدد مستخدمي التطبيق؟ السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا، شكرا للاستضافة. ابتداء طبعا عدد المستخدمين إلى هذه اللحظة هو 1,900,000. طيب لماذا يتأخر التطبيق في إرسال الإشعارات للمستخدمين المخالطين للمصابين بعد أن يمر الأسبوع والأسبوعين على المخالطة؟ نعم، إحنا جميعنا بنعرف إنه الإشعارات هذه عشان توصل للمواطنين لازم الملف تبع المريض يتم رفعه على النظام، فإذا كان عملية الرفع كانت سريعة وبالتالي التنبيه سيأتي بسرعة. في نفس الوقت أيضا لو كان في حدا خالط هذا المصاب مش فقط من 14 يوم 13 أو 12، ال 14 يوم كاملات خلال هذه الفترة بلا شك سيجي التنبيه، وبالتالي ممكن حدا يكون خالط هذا المصاب في اليوم 13 أو اليوم 14. فلازم إحنا نعرف إنه سرعة إدخال البيانات إلى النظام لها عامل كبير في جعل فعالية هذا التطبيق أكبر وأفضل. طيب هذا مسؤوليته على مين؟ على من مسؤوليته سرعة الرفع، رفع البيانات؟ إدخال البيانات طبعاً الآن مشكورين، الآن في صار في اللي هو مركز اتصال وطني في وزارة الصحة بعد ما صارت الأعداد هاي كبيرة، ولكن الصحيح هذا إجراء يعني صار شوي يعني في فترة متأخرة قليلاً، لكن المفروض الآن بوجود هذا المركز الاتصال المفروض الآن صار رفع البيانات، لأنه اللي بيصير انه صاروا مركز الاتصال يقوم بالاتصال بالمصابين، لانه احنا بنعرف انه الان صار في حجر منزلي وعدد كبير جدا الان في الحجر المنزلي، وبالتالي ما في داعي يروحوا على المستشفيات. فالطريقه الامثل هو بانه موظف مركز الاتصال ان يقوم بالاتصال بهذا المريض والتواصل معه حتى يحصل على الملف ورفعه الى النظام. شغله اخرى لازم نذكرها اللي هي سرعه ظهور النتائج. فإذا إحنا بنحكي إنه النتائج بدها تأخذ عدة أيام، فبرضو هذا له سبب. إحنا اليوم عارفين إنه في تصريح كان من الحكومة إنه صار في اجتماع بين رئيس الوزراء دولة الرئيس ووزير الصحة بإنه هناك في سعي لأتمتة عملية الفحص، وبلا شك أن أتمتة هذه العملية سيجعل منها يعني أسرع، وبالتالي تصبح العملية أفضل. طيب عدد الإشعارات المرسلة خلال أسبوعين من التطبيق قليلة جدا مقارنة بالإصابات المسجلة، يعني 183 إشعار مقابل آلاف الإصابات المسجلة، أين النسبة والتناسب؟ ما السبب في ذلك؟ نعم، الآن زي ما يمكن الكل بيعرف إنه العدد لما نحكي إحنا 1,900,000 لازم العدد يكون أكبر من هيك، إحنا بنحكي عن تقريبا يعني حتى المصابين، لما نيجي نتكلم عن المصابين الآن بشكل بجميع المصابين اللي بيتم تسجيلهم بيكونوا منزلين التطبيق، وبالتالي هذا برضو بيعكس ذلك فيما بعد على الإشعارات اللي بيتم إرسالها. فمثلا أنا ممكن أعطي مثال بسيط، إحنا التطبيق حاليا بالصورة الأكيدة هو يعني بيغطي تقريبا بنحكي يعني 5% فقط، اللي هذه كشف اكيد 100%، يعني بنحكي احنا 50 شخص من 1000، وبالتالي بلا شك هناك في اسابيع اكثر. فمثلا احنا بنحكي في احدى الوزارات قبل اسبوعين في 23 مصاب في احدى الوزارات الحكوميه من اسبوعين كشفهم التطبيق، يعني هاي النسبه تتفاوت من اسبوع لاخر. برضو نفس الشيء تطبيق حما في شهر 9 حوالي 2000 إصابة، رغم أنه عدد المستخدمين في ذلك الشهر كان فقط 16%، الآن العدد زاد. لازم نحكي أنه برضو في إجراءات، يعني أنا مثلا لما نيجي نحكي أنه الوزارات مثلا خلينا نحكي في الترخيص، الآن اللي بيعملوا المعاملات أمام الترخيص حاليا بيقوموا بتأجير الشخص المراجع التليفون بدينارين، هذه أكيد يعني تسبب إساءة لنحكي في استخدام النظام ونبدي المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة.
وهي حمايه المواطنين. فلا بد ان يكون هناك اجراءات اكثر صرامه في نفس الوقت حتى يصبح التطبيق اكثر فعاليه. طيب مهندس ابقى معنا، نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نستكمل هذه الحلقه، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وبضيفي، وأرحب الآن برئيس ديوان الخدمة المدنية سيد سامح الناصر. أهلا بك معنا، تنضم إلينا عبر الهاتف. سيد سامح، بداية، هل يوجد التزام بالتعميمات الصادرة للمؤسسات الرسمية بأن يتم إلزام الموظفين والمراجعين بتحميل التطبيق؟ ستي، تعميم دولة الرئيس ملزم لجميع الدوائر، وأي موظف لا يلتزم بتطبيق التعميم يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية، وهذا يعني موضوع لا نقاش فيه. الدوائر الحكومية بموجب التعميم مكلفة بتخصيص مشرف للسلام العام في كل دائرة، الأمناء العامين مسؤولون مسؤولية مباشرة عن التزام الجميع ورفع تقارير في حال وجود مخالفات. ايضا الدوائر الحكوميه ملزمه بالتاكد من وجود تطبيق امان عند مراجعه المواطنين للدوائر الحكوميه، وهذا الموضوع يتم متابعته زي ما حكينا بشكل يومي. طيب. هذا الموضوع ستي هو يتعلق بسلامه المواطنين اولا واخرا، وجهود الحكومه والوطن بكله، الجهد اللي بيقوده جلالة الملك في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وبالتالي نعم معلوم. طيب نعم. من المسؤول في كل مؤسسة حكومية بالتفتيش على التطبيق والتأكد منه بالطريقة العلمية الصحيحة؟ نعم، زي ما أنا أشرت قبل قليل، طبعا إحنا كنا تعاملنا من خلال الأدلة اللي أعدها الديوان واللي اعتمد مجلس الوزراء، اعتمد دليل خاص بالعودة للعمل، وضع بموجب هذا التعميم وبوجب الدليل تخصيص موظف خاص للسلامة العامة مناط به هذه المسؤوليات، وأيضا زي ما حكينا المدراء والأمناء العامون يتحملون مسؤولية مباشرة حول التأكد من التزام موظفيهم بهذه التعاميم وفيما يتعلق بشروط السلامة والوقاية العامة، ومن ضمنها تنزيل تطبيق أمان. طيب. وزي ما حكينا يعني هذا ينطبق أيضا على مراجعي الدوائر الحكومية من المواطنين. طيب، في حال كشف أحد الموظفين عن وصول إشعار بأنه مخالط يعني بدرجة خطيرة، ما الإجراء المتبع في هذه الحالة من قبل المؤسسة؟ ستي، في كما هو معلوم معتمد ضمن البروتوكول الصحي حزمة من الإجراءات التي يجب على الدوائر الحكومية التعامل معها مباشرة. فإذا كانت الإخطار أو التنبيه بعطي على درجة يعني فوق المتوسطة يعني عالي فأكثر، لابد للموظف هنا من أول شيء أنه يتم يعني الطلب منه أنه يغادر مكان عمله، وأيضا يتوجه حسب درجة التنبيه والخطورة لإجراء الفحص. وكما هو معلوم أنه الحكومة بينت انه الفحص بيكون اذا ظهر على التطبيق عندك انه درجه المخالطه عاليه انه يكون مجاني الفحص، وبالتالي يجب عليه انه مباشره يتخذ الاجراءات اللازمه. طيب. للابلاغ، وبنفس الوقت يعني اجراء الفحص حسب الاصول. طيب، اذا تاخر وصول الاشعار لهذا الموظف الذي يعمل في المؤسسة الحكومية، إذا تأخر وصول الإشعار عن موعده، مثلا كان مخالط بالثالث والعشرين فلنفرض من أيلول بمكان معين، ولكن الإشعار وصله اليوم، بالتالي ما البروتوكول المتبع؟ يعني هذا الموضوع بشكل عام تشرف عليه وزارة الصحة، وكما هو معلوم تطبيق أمان هو بعطيكي الأماكن التواجد خلال 14 يوم، والآن سعي الحكومة وحسب الاجتماع اللي عقد اليوم للفريق الدعم اللوجستي لوزارة الصحة برئاسة دولة الرئيس، الهدف منه أنه تسريع نتائج الفحوصات. هلأ الأصل فيها أنها تكون كل هذه البيانات مدخلة على سيرفر وزارة الصحة، بحيث أنه مباشرة تنتقل المعلومة في حال ظهر إخطار على هاتف أي شخص أي موظف. طيب.
انه يتم مباشره عبر السيرفر المركزي في وزاره الصحه التعامل وصلت الفكره ومعالجة هذه البيانات. رئيس ديوان الخدمه المدنيه سيد سامح الناصر، شكرا جزيلا لك. اعود من جديد الى سيد محمد نجيب الجابر احد مطوري تطبيق امان، كنت معنا قبل الفاصل. تحدثت قبل قليل سيد الجابر عن اتمتت العمليه وكيف ستساهم اتمتت ادخال البيانات، ولكن ما هو ليس معلوم نتيجه الفحص اليوم هي مرتبطه مع التطبيق؟ بلا يعني نتيجة الفحص الآن مرتبطة بلا شك، لأنه إذا تم تشخيص هذا، إحنا عارفين إن الآن في بعض المصابين ما عندهم أعراض لكن مصابين، وبالتالي يتم التواصل معهم في حال ظهرت النتائج. أنت لديك الآن نتيجة إيجابية، يرجى منك الآن مشاركة هذا الملف. مركز الاتصال الوطني يقوم بالاتصال الآن بهذا المواطن والحصول على الملف ورفعه إلى السيرفر. أشكر وجودك معنا سيد محمد نجيب الجابر أحد مطوري تطبيق أمان، كنت معنا عبر سكايب من عمان. اسمحي لي، انتهى وقتي. إذا نعم كنت بدي أتكلم عن الخرائط الحرارية. نعم للأسف انتهى وقتي، أنا أعلم أن الموضوع هذا مهم جدا ولكن سنتابع عليه موضوع الخرائط الحرارية. أشكر وجودك معنا سيد الجابر، شكرا لك.